عمرك سألت نفسك هي مين تايلور سويفت؟ في ناس تعرف تايلور سويفت من اغانيها القديمة، وفي ناس تعرف تايلور سويفت من اغانيها الجديدة، بس اهم حاجة ان الناس كلها فعلا عارفة هي مين تايلور سويفت. بس انا هقول لكم بجد مين تايلور سويفت وازاي اتشهرت. 1 2 3 يلا بينا. تايلور أليسون سويفت ده اسمها الحقيقي. اتولدت في شهر 10 يوم 13 1989. اتولدت في بنسلفانيا امريكا. كانت عايشة مع جدتها وهي طفلة. جدتها كانت بروفيشنال اوبرا سينجر، فده خلى تايلور سويفت انها تفولو الفوت ستيبس بتاعت جدتها وتعمل كاريكر سينجينج ارتست. تايلور سويفت وهي عمرها 10 سنين كانت بتغني في ايفنتس، وكانت بتغني في كافيهات، وكانت بتخش في مسابقات صغيره. وهي عمرها 11 سنه اتعلمت جيتار وبدات تغني وبدات تكتب اغانيها. حضرتك انت مش فاهمه، هو انا عمري 11 سنه انا كنت لسه بتعلم ازاي امسك القلم الجاف واكتب بيه بدل القلم الرصاص، انت متخيله؟ البنت تايلور سويفت كانت بتحب نوع كانتري ميوزك، كانت احلامها انها تبقى مغنيه كبيره جدا بتغني الكانتري ميوزك. كانت بتروح ناشفيل تينيسي كتير جدا عشان هناك كانوا بيحبوا جدا الكانتري ميوزك وكانوا بيقدروها، فراحت هي قالت ما اروح انا كمان ايه اللي فيها يعني. كانت بتروح هناك تايلور سويفت عشان تحاول تدور على ريكورد ديل. اهلها كانوا بيليفت ان هير ومسكوها وخلوها يروحوا في حته قريبه جدا من ناشفيل تينيسي علشان ما تروحش تسافر كتير يعني. يا بختك يا تايلور، حضرتك انا ابويا لما عرف ان انا بعمل فيديوز في يوتيوب طردني من البيت. تايلور مره غنت في كافيه اسمه ذا بلو بيرد في ناشفيل، ده ساعد على بروديوسر اسمه سكوت بوركيتا. حضرتك مش عارف هو اسمه غريب شويه، بس سكوت بوركيتا ده كان عنده ريكورد ليبل اسمها بيج ماشين ريكورد وحط تايلور سويفت فيها. ده ساعد تايلور سويفت انها تعمل اول اغنيه ليها. الاغنيه الاولانيه كان اسمها تيم ميجرو. الاغنيه كانت حلوه جدا ووصلت للتوب 10 في الكونتري تشارت، والاغنيه برده كانت موجوده في الالبوم الاولاني اللي هو اسمه تايلور سويفت. حضرتك هي كانت بتحب نفسها بزياده فسمت اول اسم للالبوم بتاعها تايلور سويفت. بس مش هي دي الاغنيه اللي شهرتها، لان في الالبوم كان فيه اغاني كتيره جدا احلى من الاغنيه دي، زي اور سونج، تير دروبس اون ماي جيتار، شود هاف سيد نو. والله عندك حق يا تايلور، شود هاف سيد نو والله العظيم لما الاكس حاولت ترجع تاني. الالبوم ما كانش مكسر الدنيا خالص، بس على واحده في سنها ات واز ا هيوج هيوج سكسس. تايلور سويفت بقى قررت تنزل البومها التاني اللي هو اسمه فيرليس. فيرلس ده بقى هو اللي مسكها وخلاها فيرلس فعلا. الالبوم ده كان بجد جميل جدا، وكان فيه كل الاغاني اللي فعلا شهرت تايلور سويفت، يو بلونج ويز مي، لاف ستوري. الاغاني دي والله العظيم انا اتربيت عليها اقسم بالله. تايلور سويفت كسبت جوائز كتيره جدا بسبب الالبوم ده، كسبت جراميز، كسبت اي ام ايز، كسبت في ام ايز. تعالوا بقى نتكلم على الفي ام ايز، لان الفيديو ميوزك اووردز ده في سنه 2009 كان من اهم 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 الفيديو ميوزك اووردز واهم الانسيدنتس اللي حصلت في الهيستوري. حصل انسيدنت ما بين تايلور سويفت والرابرز الكبير اللي اسمه كانيي ويست. شوف Yo, Taylor, I'm really happy for you. I'm gonna let you finish. But Beyonce had one of the best videos of all time. One of the best videos of all time. لا اله الا الله يا اخي، يعني انت متخيل انت رايح تكسب جايزه واقف قدام الستيج يوم واحد طالع يقول لك حضرتك انت مش ما تستاهليش؟ بقول لك ايه يا بنت، انت ما تستاهليش الجايزه دي يا بنت، البنت بيونس هي اللي تستاهلها. يعني بجد هو ده اللي خلى تايلور سويفت الناس كلها تبص وتقول ايه ده، انا غلبانه، شي واز ذا فيكتيم، شي واز ذا فيكتيم. وكانت الناس كلها ضد كاني ويست في الموضوع اللي عمله ده. طبعا بيونس في نفس الليله لما طلعت كسبت الجايزه بتاعتها راحت اعتذرت لتايلور سويفت وخلتها تيجي تقف على الستيج تجيف السبيتش بتاعها اللي كانت المفروض تديه لما هي كسبت الجايزه. وبعديها كاني ويست برده اعتذر، بس ده ادى فان بيس كبير جدا 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 لتايلور سويفت. تايلور سويفت كبرت قوي 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 لدرجه انها لما كانت بتعمل كونسرت في اول دقيقتين التيكتس بتتباع. في سنه 2010 لحد 2011 تايلور سويفت نزلت البوم اسمه سبيك ناو. طبعا الالبوم ده كسر الدنيا، تايلور سويفت بقت اي حاجه تنزلها على طول بتكسر الدنيا. سبيك ناو ده كان فيه اغاني مشهوره جدا زي مين، اورز، سباركس فلاي، الناس كلها حبت الالبوم. بعديها بسنه على طول راح نزلت البوم تاني، بس الصوت بتاع الكونتري بتاع تايلور سويفت بدا يتغير. نزلت البوم اسمه ريد، ده كان في سنه 2012. الفتره دي كانت مصاحبه الواد اللي اسمه هاري ستايلز من وان دايركشن، فلما سابوا بعض كتبت له اسمها We are never getting back together. الاغنيه دي مش بس كسرت الدنيا، دي الدنيا، الورقه دي الدنيا، ولا تايلور سويفت. ده اللي حصل بالظبط. تايلور سويفت كانت اسمها كبير قوي قوي قوي، بس احنا كلنا مستغربين من الصوت، من الصوت بتاع الاغاني بتاعها. ما كانش فيه كونتري زي الاول. في 2014 بقى راح تايلور سويفت نزلت البوم اسمه 1989، ده السنه اللي هي اتولدت فيها. الالبوم ده خلى كل الناس اللي ما كانتش بتحب تايلور تموت في تايلور. بس انا عاوز اقول لكم حاجه، ان الالبوم ما كانش كونتري، الالبوم كان كلاسيفايد كانه بوب. طبعا الالبوم ده فيه اغنيه شيك ات اوف، والاغنيه دي كانت بروفد انها وان اوف ذا كاتشيست سونجز يو كان ايفر هير. وفي نفس الالبوم كان فيه اغنيه اسمها بلانك سبيس، وكانت الاغنيتين دول وصلوا نمبر 1 في البيل بورد 100. وفي الالبوم ده كان فيه اغنيه اسمها باد بلود، في الباد بلود دي عملت ريميكس مع رابر اسمه كندريك لامار، وطبعا كسرت الدنيا. مش محتاجه تقول كسرت الدنيا. طبعا ما بين كل البوم والبوم كانت بتسافر الدنيا وكانت بتور. تايلور سويفت اختفت شويه في 2014. في اخر 2014 تايلور سويفت اتخانقت مع الفنانه الكبيره اللي اسمها كيتي بير. تايلور وكيتي بيري كانوا مصاحبين نفس الراجل اللي هو اسمه جون ماير. في الاول تايلور سويفت كانت فاكره الخناقه كلها ليها علاقه بالواد ده، بس بعديها بفتره اكتشفت انه لا، ما لهاش علاقه بالواد ده. تايلور سويفت قالت في
انترفيو ان كيتي بيري حاولت تأجر ناس ان هما يمنعوها من الارينا تور بتاعها، كانت اكبر تور عاملاه. فتيلر سويفت كانت مضطره انها تقطع علاقتها بكيتي بيري، وكان حاسس انها اتس فيري اكورد اند شي دازنت لايك ات. بس في شهر 5 في 2018 كيتي بيري اعتذرت لها بطريقه غريبه شويه، بعتت لها اوليف برانش ما تفهمش ليه، بتقول لها حضرتك معلش يا حبيبتي احنا اسفين، ايم سوري، ليتس موف اون. تيلر سويفت بقى من ساعه البوم 1989 ما نزلتش اي حاجه، فضلت مختفيه لحد ما سنه 2017 جت راحت نزلت البوم في وقت مميز جدا. الواد كاني ويست رجع تاني لبنت تيلر سويفت وبهدل لها حياتها. اللي حصل بالظبط هو ده، الواد كاني ويست كتب اغنيه بيقول ان انا خليت تيلر سويفت مشهوره، انا اللي شهرت البنت اللي اسمها تيلر. بعد ما نزل الاغنيه تيلر سويفت قالت لو سمحت مين اللي استاذنني ان هو يقول اسمي في اغنيه، محدش استاذنني ان هو يقول اسمي. فالناس كلها كانت بتقول ايه ده يا كاني، انت ازاي تعمل كده في تيلر، احنا كنا فاكرينك واد محترم، احنا فاكرينك اتغيرت بعد الانسيدنت بتاعه الفي ام اي. فراحت كيم كارداشيان، البنت كيم كارداشيان مرات الواد اللي اسمه كاني، مسكت بقى التليفون، كانت مسجله المكالمه البنت خبيثه شيزا سنيك، كانت مسجله المكالمه ما بين تيلر سويفت وكاني ويست، وكاني ويست وهو بيسالها ممكن احط اسمك في الاغنيه. فراحت الناس كلها بقى قلبت على تيلر سويفت، يو ار ذا سنيك، يو ار ذا سنيك، انت عامله زي التعبان، يو ريمايندد مي اوف ماي اكس، وحاجات كده. تيلر سويفت كانت ذكيه جدا جدا جدا. تيلر سويفت كانت من النوع الناس اللي هي لما بيحصل حاجه في حياتها بتكتب عليها اغنيه، يعني لما كانت بتبريك اب وذ هير بوي فريند كانت بتكتب عليه اغنيه، وكانت الاغنيه بتاخد منها فلوس وكل حاجه كده تمام. فكانت هي فعلا ذكيه، فمسكت موضوع انها سنيك دي وعملت اغنيه اسمها لوك وات يو ميد مي دو. لوك وات يو ميد مي دو دي خلت الناس كلها تحب تيلر سويفت تاني، علشان هي كانت بتجيب تعابين بقى ومش عارف ايه، وكانت ماشيه في موضوع ان انا تعبان او انا هفضل ماشيه كاني سنيك، والناس حبت انها شي سو باورفول اند شي دازنت كير. لوك وات يو ميد مي دو دي كانت في البوم اسمه ريبيوتيشن، ريبيوتيشن يعني سمعه. الالبوم فعلا كان من احسن الالبومز اللي نزلتها تيلر سويفت، بس الالبوم ما كانش كونتري. تيلر سويفت نقلت من كونتري ميوزك لبوب ميوزك، فكان اغانيها دلوقتي بقت كونسيدرد بوب. لو انتوا وحشكم تيلر سويفت بتاعت الكونتري انت ممكن تسمعوا اغانيها القديمه، بس انا بصراحه انا بحب كل انواع تيلر سويفت، بوب، روك، كونتري، راب، اللي انت عاوزاه تعمليه تيلر انا بحبه. واخيرا اخيرا اخيرا في 2019 تيلر سويفت نزلت البوم، وانا مش مصدق. انا بنصحكم انكم تسمعوا الالبوم ده، وانا عارف ان الالبوم ده هيكسر الدنيا، عشان تيلر سويفت اي حاجه بتعملها بتبقى جميله ولذيذه. بس كده يا جماعه، دي كل المعلومات اللي انا عرفتها اللي معاها على تيلر سويفت. لو في معلومات انا قلتها غلط، لو في معلومات حابين تضيفوها بليز برضو شرفوني بالكومنتات تحت، وبليز في الكومنتس برضو وانتوا تحت عرفوني انتوا حابين انا اتكلم على مين تاني. غير كده ما تنسوش تعملوا لايك اند سبسكرايب، واشوفكم يا جماعه الاسبوع الجاي. باي.